قال جل علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي جل جلاله يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. والله رأيت بعيني وهذا الموقف الرقراق رجلا من أهل اليمن في بيت الله الحرام، أنا في طريقي إلى بيت الله إلى صحن الكعبة، وبعدما خطوت خطوات لفت نظري عن يميني رجل يرفع يديه بصورة ملفتة هكذا حتى يرى بياض إبطيه لو انكشف ثيابه، يرفع يديه ويتملق ويدعو ربه سبحانه وتعالى بصورة فيها من الذل والانكسار ما فيها وهو يبكي. فنظرت إليه وارتجفت وكاد قلبي والله أن ينخلع، فعدت وبهدوء حتى لا أقطع عليه رجاءه ولا أشوش عليه دعاءه، وقفت إلى جواره عن يمينه بخطوة خلفه ووقفت ركعت ركعتين وجلست أنظر إليه وأنا أبكي لحاله مع ربه سبحانه. ورفع الرجل يديه وقتا طويلا طويلا جدا، ثم بعد ذلك نظرت رجلا من أهل الفضل من إخواننا من بلاد الحرمين نفس الموقف الذي وقفت فيه أنا، مر خطوات ثم لفت نظره تذلل هذا الرجل فعاده، ثم نظر إلي ألقى عليه السلام والرجل مشغول ما رد عليه السلام، وإنما هو يناجي ربه سبحانه وتعالى. وإذ بهذا الرجل فاضل يمد يده في جيبه ويخرج مبلغا كبيرا من المال أنا لا أعرفه، ثم ألقاه في حجر هذا الرجل وانصرف. فلم يلتفت الرجل إلى هذا المال الذي وضع في حجره وظل يدعو الله تبارك وتعالى، ثم بعد مدة أنا لا أدري هل انتبه إلى المال أم لم ينتبه، ثم بعد مدة خفض يديه ونكس رأسه فنظر إلى المال في حجره ثم ابتسم ثم بكى ثم رفع يديه مرة أخرى وظل يتذلل ويتضرع إلى الله حتى انقضى من دعائه. فذهبت إليه وسلمت عليه وقبلت رأسه وقلت له: سامحني، أسألك بالله أخبرني، قل لي إيه الموضوع، كنت بتقول إيه وكفئت بإيه، سامحني أنا عاوز أتعلم علمني. فابتسم وقال لي: أنت مالك؟ قلت له: طب معلش قل لي والله تقول لي. وبكيت فرق لي، قال لي: والله يا ابني والله لقد أتيت ولا يعلم الهم الذي أنا فيه إلا هو، ولا يعلم الكرب الذي يملأ قلبي إلا هو، والله ما سألت أحدا من الخلق قط، والله ما سألت إلا هو جل جلاله إلا الله. فأتيت إلى بيته وقلت له: أنا في بيتك أسألك وما سألت أحدا من الخلق، فهل تخذلني؟ هل تضيعني؟ والله يا ابني، يقول لي: والله يا ابني أعطاني ما سألته أضعاف ما سألته 3 مرات، مش مرتين، لا 3 مرات، الله أعلم بالمبلغ. فيا أحبابي، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. استكسوني واستطعموني بالدعاء والتذلل والأخذ بالأسباب.